خرج مزارع ليزرع البذور في الحقل، وبينما كان ينثر البذور سقطت بعض البذور على جانب الطريق فداستها الأقدام وأكلتها الطيور، وسقطت بعض البذور الأخرى على تربة صخرية وبدأت تنمو لكنها يبست وماتت من قلة الماء، وبعض البذور سقطت بين الشوك وحين نمت نمى الشوك معها فخنقها الشوك فماتت. أما البذور التي سقطت على أرض خصبة فنبتت وأثمرت 100 ضعف. من سمعني منكم فلينتبه ويعمل بما يسمع، فالبذور هي كلمة الله، والأرض هي قلوب الناس. فالأرض على جانب الطريق التي سقطت عليها البذور هم من يسمعون كلمة الله، لكن الشيطان يأتيهم وينزع كلمة الله من قلوبهم فلا يؤمنون ولا يكونون من الناجين. والأرض الصخرية التي سقطت عليها البذور هم الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرحة، لكن جذور الإيمان لم تتعمق في قلوبهم فيؤمنون فترة لكن في وقت الابتلاء يرتدون. والأرض المليئة بالأشواك التي سقطت عليها البذور هم من يسمعون كلمة الله، لكن حب الشهوات وهموم الدنيا تخنقهم فلا يثمروا شيئا. أما الأرض الخصبة التي سقطت عليها البذور فهم الذين حين يسمعون كلمة الله يتمسكون بها بقلوب مخلصة ويصبرون فيثمرون ثمرا طيبا.